العشا والاركوبير والاكوا باركس. انت اسمك ايه؟ خلود. خلود. طيب تعالي معانا كده يا خلود الاول ناخد من هنا. هاي دي قطقم الشاي 24 قطعة. دي اشكالها في مربع في مدور. بتبدأ من 1000. بتبدأ من 1000 توصل لكام بقى؟ 1850. والله حلو. شوفي ده يا محمد، يا رجل ده جميل. الورد ده اللي هو تقوم بألف؟ بتبدأ من 1000. ده كم قطعة بقى؟ 24. 24 قطعة. بس لينا طعم الحلو الحلو. انا بحب الحاجة الهادئة. نفرج الناس كده. بس ده محمد ده برضه دول الصيني بقى. ده الصيني في انصاص وفي طقم كامل. يعني ايه بقى؟ يعني نص نص بيبدا يعني 66 قطعه. في طقم كامل 128. النص بيبدا من 1850. 1850 نص. لو كام قطعه؟ 66. في 70. يختلف عدده يعني. ودي قطقم كامله بقى. بكام؟ تبدا من 3.5. ودي قطقم 10 اطباق بس. كام بقى؟ بتبدا من 325. البوله دي 325. ده الطقم ده العسل اللي هو العسلي بس لونه ازرق. عام 825. حاجات زي كده. دي تحف. تبدا من 100 جنيه وفي حاجات صغيره 35 جنيه. دي 100 جنيه فين؟ طب تعالي فرجينا. يعني مثلا زي دي، دي ب 100 جنيه. وده 115. ودي 59. ودي 125. ودي 35. دي زيها. وده 450. ده طقمين اللي هو الخشاب بالصينية بتاعته. وفي دي عاملة 60 جنيه فازة. ده يصلح لي أنا بصراحة. وفي اللي هي حلوة أوي. ده مش من ورد الناس. ده دي طفاية كشكل كده. بلش في يلا بقى ندخل هنا كده. دي دفايه حافظه. لا دي فين؟ دور التالت. طعمي ده حلو قوي. ده طقم شاي عام 375. في منه الشكل ده والشكل ده. البرادات دي بتتباع كل واحده على حده؟ بكام؟ بعمل 20. عامل 20 جنيه؟ 20 جنيه؟ ده 20 جنيه؟ مش مصدقة. أنا ممكن أخد ده على فكرة. إيه رأيك يا محمد؟ ده لوحده اللي 20 جنيه؟ حلو، خديه. ما عندي والله. حلو. ودي سرافيس فرداني. ودي لوحدها بكام بقى؟ 35 الواحد. بصي، قلت لك ده 35. دول حلوين. طب والاطباق دي بكام؟ الطبق ده بتاع البيتزا عامل 45. 44. ده بكام ده؟ ده عامل 200. ده تسعين. عادي. ده الطبق ب 10. اكوا باركس. الطبق ب 10. حلو. دي بكام بقى؟ تقيلة. 155. احنا كنا طلعنا النهارده امبارح. وده ملامين. دي اشكال اللي هي ملامين باسل. ده حلو قوي. ده ب 14 جنيه الطبق. وده كمان ب 14. والله حلوين 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 يعني. وده عامل 38 قطعه عامل 490. لا دي بتتباع لوحدها 55. بتنور. في حد في الرياضة. دي كده باترينا لإيه بقى؟ دي باترينا حاطة فيها فوانيس وحاجات شمع. الله دي حلوة. بكام الساعة دي؟ دي ب 40. حلوة شغالة دي؟
اهو. ممكن ناخدها، دي شكلها حلو قوي والله. ممكن ناخدها، انا باجي يا جماعه اصور بشتري. حلو والله، والله شكلها حلو. دول كام عفوا عشان ما اكونش فاهمه؟ 55 واحده. لا مش دي، دي مكسورة، دي بتوعنا احنا مكسورين. دي 55 تنور، تروح كده وتنور. تمام. دي ده عامل 120، ده 45، وده عامل 80 منبي، ودي 85. دي بقى حاجات المدارس، دي شنط المدارس. كام بقى؟ بتبتدي من 65. مسكة دوف للمحفظة ب 65 جنيه الشنطة؟ اه بتبتدي منها. بلاش زي كده. بالنسبة للعرايس ده كارتين السن اللي هي معروضة هناك. فاضيين دول؟ مليانين؟ اه بيتهم. ده بقى اكوا بيركس، اللي هو اكوا بيركس والكوبان، ودي بورسلين بالقطع. دي بورسلين بالقطع، لو الالوان بقى. ده بكام؟ ده 550. 60 قطعه. في ده محمد، ده اركبان عامل 1400، 64 قطعه. ده اميراتي عن 12 قطعه، عامل 1975، مفيش بره بس 12، كل طبق 12. كله حلو يعني. لا هو جميل مش حلو بس، وده جميل، ده حلو قوي يا جماعه. ده 1250. 58 قطعه. طعم تقديم صفر. لا باركس. ده اكوا باركس. اكوا باركس 500 زاج. اه اكوا باركس اللي هو الالوان. وده اللي هم الاركوبات بقيتهم. ده بكام؟ ده ب 1000 ونص. حلو. كم قطعه بقى ده؟ 64. الاخضر ده، ده اكوا بيركس بردك، عامل 800 جنيه. الاسود اللي تحت جميل، شفتي الاسود ده ب 1000 ونص، 56 58 قطعه. شفتي اللي تحت الكوبايل؟ حلو قوي. وجنبه طقم تاني، ده 550. ايه عندكم؟ في فنيش بتكتي طلعيه توا شاي بقى، فطار وحاجات. في طبق فاكهة عامل 60 جنيه. ورينا. طيب عادي. في منه 3 اشكال تاني. كم ده؟ 60. طب فرج الناس، فرج الناس. وفي منه خليه بس على الارض هنا عشان يفرج الناس. حلو والله، ده شكله جميل قوي. ده جميل. طيب وراك كده الشكل التاني بتاعه فين؟ لا ثواني بس كده، وانا اوريك الاشكال بتاعته. وفي منه خشاف. اه في منه خشاف عامل 125، 6 صغيرين وواحد الكبير بتاعه. بكام الطبلوهات دي بقى؟ 15 جنيه. اي طبلو؟ اه في الشكل ده وفي الشكل ده. اه حلو قوي الشكلين دول. وتقيل. وده طقم شاي عامل 1200. ده دولاب. بكام ده بقى؟ لا انت ممكن تسألني من تحت بقى. أطفال أو أناسات، لو هي مش بتحط الهدوم اللي هي الشيك شوية. أه ده ممكن نعمل الهدية، أزود له واحدة مثل دي، أعمل له الهدية كده. إحنا خلصنا، أقول لهم بقى إحنا كده خلصنا. خلاص إحنا كده خلصنا في الدور السابع والأخير الحمد لله، عشان إحنا واخدين السلالم على رجلينا. أه لا ربنا يقويكي. يلا انت احكي بقى. يلا شكرا يا خلود. نور نور. لاخر حلقه معانا الدور السابع، ما شاء الله، الله يبارك لهم ويرزقهم الله من فضله يا رب.
احنا دابا سالينا، ما تنساوش كيف ما العاده، والله يتسخسخت انا صافي. ما تنساوش كيف ما العاده سبسكرايب تفعيل الجرس وتكتبوا لنا التعليقات كيف ما العاده. ايه كده احنا في نهايه الحلقه مع مول سنتر اللورد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى أكون قدمت ليكم محتوى هادف. استنى تعليقكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We'll be right back.